تحية طيبة من صوت لبنان، نشرة أخبار الثانية والربع مع تحيات ريتا أسعد، ميشيل الصيفي والمخرج سيمو مصور. العناوين. طابت أوقاتكم باستثناء السجالات، جلسة خامسة روتينية للموازنة والتصويت قد يؤجل للغد. العسكريون المتقاعدون صامدون في خيمتهم وموظفو أوجيرو نزلوا إلى ساحة الاعتصام. شغب المخيمات حضر في ساحة النجمي ولقاء بين الحريري وجنبلاط وبوفعور لحل أزمة قبر شمون. صدور نتائج البكالوريا الفنية وأهالي طلاب الدورة الثانية في البروفي يرفعون الصوت. إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبيله بكرة، بس مش أحسن إذا هو خبى لبكرة؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لتقاعدك بالمستقبل. يا حبيبي التوفير مش بالحكي، التوفير بالفعل. لو شاركوتيه هو الأوفر، كيلو كفتة أو كباب بس ب 7250 ليرة. الجلسة الخامسة من مناقشات الموازنة في الهيئة العامة كادت أن تغرق في الرتابة والتكرار لولا سجالات اخترقت المشهد بين الحين والآخر، وبات من شبه المؤكد أن ثلاثية الموازنة في ساحة النجمي تتجه إلى التمديد بسبب كثرة طالبي الكلام، ويبقى أن صولات وجولات القاعة العامة لم تحجب الأنظار عن حركة اللقاءات الهامشية التي عقدها رئيس الحكومة، ولا سيما على خط لملمة تداعيات أزمة قبر شمون، وهو ما استدعى عودة النائب السابق وليد جنبلاط إلى ساحة النجمي للمشاركة في اجتماع ثلاثي ضمه إلى الحريري والوزير وائل أبو فعور. إقليمياً، حرب ناقلات النفط في الخليج سجلت مزيداً من التصعيد، تمثل بإعلان التلفزيون الإيراني عن توقيف ناقلة أجنبية في جزيرة لارك، وإعلان وزير الخارجية الإيراني أن طهران دخلت في المرحلة الثانية من تخصيب اليورانيوم. ما لم تحصل مفاجآت غير منتظرة، نقاشات الموازنة مستمرة، وإلى جانب السجالات شكلت كلمة النائب نعمة فريم المحطة الأهم، إذ سلط فيها الضوء على مخاطر الوضع المالي مطالبا بإعلان الحرب على الفائدة المرتفعة والتي وصلت إلى 15%. تفاصيل الجلسة الخامسة مع مروان الأدوم. لا جديد استثنائي في اليوم الثالث لجلسات مناقشة الموازنة، حتى أن الملل غلب على الأجواء والكلمات التي بمعظمها انتقدت الموازنة، وبدأت مع النائب فيصل كرامي الذي انتقد الموازنة وأرقامها والسياسات التي أوصلت البلد إلى هذا الحال، ممتنعا من التصويت على الموازنة. إن نسبة التشاطر عند اللي عملوا الموازنة شكوبة، الحقيقة في تشاطر حقيقي، نحن فعليا خفضنا العجز، لكن كيف؟ هون السؤال. دولة الرئيس اللي عملوش الطار الموازنة إنهم على الورق زادوا الإيرادات، خفضوا النفقات، زادوا الناتج المحلي بشكل مزيف، وخرجوا برقم غير حقيقي أبدا عن نسبة العجز، ومن غير الممكن مستحيل أن نصل إلى نسبة اللي قالوا عنها يلي هي 6.59%، وهيدا الشيء مش نحن عم نقوله، هيدا صندوق النقد الدولي وموديس. تعليق الرئيس سعد الحريري على امتناع كرامي عن التصويت لصالح الموازنة وهو ممثل في الحكومة، قابله رد من اللقاء التشاوري، اعتبروا فيه أن الحريري اعترف ضمنا لأول مرة بأن اللقاء التشاوري قائم بحد ذاته. أظن اللقاء التشاوري مثل بالحكومة، وما سمعنا من الوزير اللي بيمثله أي من هالأمور بالحكومة أو إضافات أو مواد نزيدة
على الموازنة أو انتقادات. بالعكس، أظن الزميل الوزير اللي بيمثل لقاء التشاوري صوت على الموازنة. بس بدي حبيت أقول هالملاحظة. شكرا دكتور. منيح، شكرا. هيدا أول اعتراف في اللقاء التشاوري. أول اعتراف في اللقاء التشاوري. مش أنت عم تدير الجلسة ولا بتحكي بدون إذن دكتور رئيس؟ صرنا قايلين 100 مرة وجود وزير ما بيقيد النائب، يعني النائب المجلس النيابي مستقل بآرائه. النائب غازي زعيتر انتقد عدم وجود سياسة إنمائية متوازنة في الموازنة، واعتبر أن احترام القانون يبدأ بتطبيق القانون. النائب فؤاد المخزوم اعتبر أن الموازنة لا تحمل أي رؤية إصلاحية، وأكد أنه سوف يصوت ضد الموازنة. النائب عماد وكيم اعتبر أن الموازنة بعيدة كل البعد عن الهدف المطلوب، مؤكدا أن القوات اللبنانية سوف تمتنع عن التصويت لصالح الموازنة. أنا قوات لبنانية، في بعض الزملاء بياخد موقف لمجرد الانتماء الحزبي، وين بس بدي أتمنى تسمعوا هالسيناريو اللي هو كتير واقعي، لأنه الأرقام منا حزبية ومنا قوتية. في ظل سوء الإدارة وعدم وجود إصلاحات جذرية تواكب الموازنة وتنفيذها، فإن احتمال وقوع الخلل في التقدير أو التنفيذ شبه حتمي. ففي حال انخفضت الإيرادات 5% وارتفعت النفقات بالنسبة نفسها يبلغ العجز 10.2%. النائب آدي أبي اللمع أكد أنه سوف يمتنع عن التصويت عن الموازنة. النائب رولا الطبش كانت الوحيدة اليوم التي تحدثت بإيجابية عن الموازنة، طالبة من الجميع إعطاء الفرصة للحكومة لاستكمال النهوض من خلال هذه الموازنة. لماذا كل هذا الهجوم؟ ولماذا كل هذه السلبية؟ يؤسفني أنه الكل عم يحكي بسلبية بشكل رهب الناس قبل ما يعطيها حل أو يعطيها بريق أمل، واللي هو واجبنا. امنحوا الحكومة فرصة إعادة تأمين الثقة بين الشعب والدولة، امنحوها مساحة للعمل الجاد والموضوعي. تخفيض العجز في موازنة 2019 هي بداية الإصلاح. النائب فادي سعد اعتبر أن المسكنات لا تنفع ولبنان بحاجة لمعالجة جذرية، وامتنع عن التصويت لصالح الموازنة. النائب نعم فريم انتقد كل السياسات المالية التي وضعت على أساسها الموازنة، داعيا إلى إنشاء لجنة إنقاذية لتضع خطة خمسية لإنقاذ الاقتصاد وإيصال العجز إلى صفر بعد 5 سنوات، كما أعلن الحرب على الفوائد المرتفعة. 15% عم يطلبوا البنوك على الدولار ليستقطبوا دولارات إلى لبنان. شو يعني؟ يعني ما بقى حدا يقبل يأمن على مصرياته بلبنان على 15%. هل أدي فقدوا الثقة في إدارة لبنان؟ النائب الصين دويه اعتبر أن الكحل أحسن من العمى، وأكد أنه سيصوت لصالح الموازنة. النائب سليم عون أصابته نوبة عصبية وبدأ بالصراخ عندما سأله النائب نديم جميل لماذا قررت أن لا تتكلم، فأجابه بكلمات لا تليق بنائب. النائب عاصم عراجي تحدث عن أمور حياتية كثيرة وخاصة في البقاع، مناشدا الدولة اللبنانية معالجة موضوع الرسوم على الشاحنات اللبنانية في الأردن وسوريا أو معاملتهم بالمثل في لبنان. إذا الشاحنات اللبنانية بدها تروح على سوريا والأردن بدو يدفعوا رسوم مضاعفة. مش بس هيك، في ناس منهم عم يقعدوا على المعبر بين سوريا والأردن أسابيع. هداك نهار في واحد دولة الرئيس قعد 10 أيام صار عنده أزمة قلبية توفى وإجوا جابوه على ضيعته. طيب نحن ليش الشاحنات اللي بتفوت عندنا ما بنحط عليها رسوم؟ الجلسة أيضا شهدت نقاش نوعا ما حاد بين النائبة عناية عز الدين والوزيرة مي شجاع، التي أوضحت لماذا علقت عقود عدد من الموظفين في وزارة التنمية الإدارية. وزارة التنمية الإدارية بتألف لجان متخصصة، الوزير بيعينهم بموجب تفويض بيعطيه مجلس الوزراء، وأنا أخذت هالتفويض من مجلس الوزراء بعد شي شهرين أو 3 مما كنت سلمت الوزارة. وعلى هالأساس بموجب هيدا القانون، وأنا بنفس الموازنة يلي أقر فيها قانون منع التوظيف زادت موازنتي لتأليف لجان 200 مليون ليرة بال2017، وبال2018 كمان زادت الموازنة لتأليف لجان. إذن بهيدا الموضوع وأنا كنت عم بستشير الخدمة المدنية، يعني نحن قالت لي هالقانون لا ينطبق عليكم،
هل رأي هيدا قدمته كمان السيدة فاطمة الصايغ لرئيس لجنة المال والموازنة؟ قالت له هل اللي أنتوا عملتوه ما بينطبق على كل الحالات؟ من بعد ما طلع قرار النيابة العامة التابعة لديوان المحاسبة ونشر بالإعلام وكلكم اطلعتوا عليه، حكوا عن 9 موظفين. أنا اعتبرت في 6 من بعد هيدا التاريخ وضع غير قانوني، لكي لا يكون هناك مسؤولية علقت وضع بانتظار القرار النهائي لديوان المحاسبة. بكل محبة واحترام ومنه مأخوذ القرار لا تقليلا من قدر حدا ولا اتهاما لحدا. يبقى عدد قليل من النواب طالبين الكلام لجلسة بعد الظهر على أن يكون هناك رد الحكومة اليوم والتصويت على الموازنة ربما في جلسة الغد. من ساحة النجمة مروان الدوم، صوت لبنان. وخارج أسوار المجلس النيابي، احتجاجات المعترضين على بنود موازنة التقشف من جيوب الموظفين متواصلة. وبعد العسكريين المتقاعدين وموظفي الإدارة العامة، انضم اليوم موظفو أوجيرو إلى ساحة الاعتصام. تراز الخوري. جلسات الموازنة لن تمر مرور الكرام، فخارج أروقة المجلس وفي الجو الحار يضرب شهداء أحياء عن الطعام. متقاعدو القوى المسلحة شدوا الأحزمة للمواجهة في حال إقرار البنود المتعلقة بالعسكريين. خرج توني من المستشفى ليكمل إضرابه، فهو وعلى كرسيه المحمول يرفع الصوت، فماذا يقول عبر صوت لبنان؟ نحن 3 شباب مصابين حرب شهداء أحياء مضربين على الطعام نهار الاثنين عشية. لنوصل رسالة للمسؤولين اللي عنا وللمجتمع الدولي انه العسكر عم يدق فيه ونحن وشهداء. بعدنا نشيل البند اللي بيخص العسكر من الخدمة الفعلية والمتقاعدين من الموازنة. العميد المتقاعد فؤاد خير صوب البوصلة وحدد هدف المواجهة معلنا مكامن الخلل في الموازنة. ليش تحركنا؟ لانه اهم شغلة هي الظلم، وهن يتحملوا مسؤولية. يا أخي إذا ما منا نقول هن حرامية وهن سرقوا، هن عندهم سوء إدارة وصلوا البلد إلى أكثر من 90 مليار دولار دين، هن المسؤولين مش نحن ولا أي مواطن لبناني. هلا عم بيحاولوا بيفتشوا من وين بدهم ياخذوا نصيات وهن عارفين وين الهدر. وفي خيمتهم يكمل المتقاعدون الاعتصام وترتفع النبرة ما إن تأتي أجواء الداخل الملبدة. وفي المقابل موظفو أوجيرو يعتصمون وأمام تمثال الشهداء يرفعون الأعلام اللبنانية ويقولون لا للظلم. تصميم بالنسبة للموازنة فيش خاف كبير بالنسبة للموظف وبالنسبة للمؤسسة، وبتحديد تخفيض الموازنة لأوجيرو، يعني عدم صيانة الشبكة، عدم تجهيز المشروع الأوجيرو فايت في موضوع الفايبر أوبتيك، كلها بيأثر على الأوجيرو وأكيد عم بيأثر على المواطن مباشر. نقيب موظفي أوجيرو إلي زيتوني يفند الموازنة في الأرقام ويطالب بعدم تخفيض موازنة أوجيرو. 120 مليار فيها صيانة وفيها مشاريع جديدة وفيها تجهيزات، يعني بطريقة غير مباشرة عم بيقولوا لنا إنه إذا كان وقع سنترال ما فينا نشتري له معدات، عم بيقولوا لنا إذا انقطع كابل ما لكم حق تجيبوا مونشون أو تشتروا وصلة، يعني معناتها إذا صار في عطل مش قادرين نحن نصلح. وهنا يرفع أحدهم الصوت. الله يريحنا منه لأنه مش دولة عادلة ظالمة. جلسات المناقشة مستمرة والتظاهرات مستمرة أيضا، وفي انتظار إقرار الموازنة أو عدمه يبقى وضع الشارع ككرة ثلج يتفاعل مع أي جديد. تراز الخوري، صوت لبنان. النائب الياس حنكش اعتبر في مداخلته ليل أمس أن الموازنة لا تلبي تحديات المرحلة ولا تواجه المخاطر المحتقة بلبنان خاصة على المستوى الاقتصادي، وقال موازنة أقل شيء فينا نقوله عنها أنها فاقدة للرؤية الاقتصادية. كل شيء هاي الحكومة وعدت فيه الناس اليوم عم تعمل عكسه. وعدت بفرص عمل، اليوم البطالة ارتفعت لـ40% بين شبابنا. وعدت بوفر مالي وبنمو اقتصادي، اليوم الإفلاس على البواب. وعدت بتضامن وزاري، وبعتقد هلأ اتجلت بأبهى حلالة. الأحداث الأمنية عم تتوالى من بعد ما كنا وعدنا بالاستقرار، وعدنا بخطط لمكافحة الفساد وإصلاحات. حنكش دعا إلى تغيير النهج أو الطاقم. خي عم دلنا نعمل نفس الطريقة وناخد نفس النتيجة، يا غيروا الطريقة يا تغيروا أنتم. وعدنا أنه والله بـ2020 رح نعمل موازنة مظبوط. ليه بـ2020؟ بدنا نأجل مشاكلنا كلها لـ2020؟ طب أجلوا ضرائبكم أنتم اليوم. البلد بيحمل تأجيل، الناس بتحمل تأجيل، استوت الناس.
وبات من المؤكد موافقة الأكثرية النيابية على السير بالموازنة بغالبية مريحة، فيما ستتكرر مخالفة المادة 87 من الدستور التي توجب عرض حسابات الإدارة لكل سنة على المجلس النيابي كي يوافق عليها المجلس قبل نشر الموازنة. المحامي ميشيل قليموس رفض الاحتماء ورأى منطق الضرورات تبيح المحظورات، معتبرا أن المادة 87 من الدستور ملزمة وآمرة بتحرير قطع الحساب قبل نشر الموازنة. قليموس تحدث لإذاعتنا. المادة 87 من الدستور واضحة، المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية عطت دور أساسي لديوان المحاسبة يلي بدها تنعرض عليه كمان قبل 15 آب من كل سنة. نحن عم نشوف في محاولة لتأجيل وتعليق، كي لا أقول تعطيل، مفعول المادة 87 من الدستور. يعني نحن عم نعدل الدستور، وخاصة في دورة استثنائية، لأنه تعديل الدستور بيتم بدورة عادية مش بدورة استثنائية، هي واحد. واثنين، ما بيتم تعديل الدستور بقانون عادي بقانون الموازنة. فإذا في حال عرض الموضوع على المجلس الدستوري في مخالفة صريحة. بعد شغب المخيمات أمس، حسمت الأمور بإحالة قرار وزير العمل بشأن تنظيم العمالة الفلسطينية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. والإعلان جاء من داخل جلسة مناقشة الموازنة بعد مداخلة للنائب علي عمار طالب فيها بعودة وزير العمل عن القرارات التي اتخذها لتنظيم العمالة غير الشرعية، لأنها تهدد بتفجير الوضع في المخيمات وإنهاك الجيش اللبناني. فتجاوب كل من الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري مع الطلب. احنا ما نمنا بالليل دولة الرئيس. منظر جيشنا الوطني الآن الذي كان طيلة الليل في كر وفر، دولة الرئيس الوضع خطير جدا ويحتاج إلى موقف مطمئن من دولتكم ومن دولة رئيس مجلس الوزراء. كنت حاكي أنا ودولة رئيس الحكومة، وقال لي هذا الموضوع انتهى، وحكيت أنا والوزير المختص، وأنا كنت ناطر الآن أنه يشرف معالي الوزير تقول له ما ينتظر لليل حتى يعلن أنه الموضوع انتهى، يظهر على مؤتمر صحفي ويعقده ويقول هذا الكلام. دولة رئيس الحكومة يشرف. يعني أنا بعرف أن الموضوع صاير كتير حساس، حأطلب من الوزير أنه يرفع الموضوع لمجلس وزراء، ومجلس وزراء بيأخذ القرار ونرجع عن القرار القديم. وتأكيدا لما اتفق عليه، وبعد وصول وزير العمل كاميل أبو سليمان إلى مجلس النواب، انعقد اجتماع جانبي بين رئيس الحكومة ووزير العمل والنواب علي عمار، سيزار أبي خليل وعدنان طرابلسي، تناول وضع المخيمات والاحتجاجات الفلسطينية. الوزير أبو سليمان خرج بعد الاجتماع مؤكدا من ساحة النجم أنه أعطى تعليماته لتسهيل إعطاء إجازات عمل للفلسطينيين. أنا أعطيت تعليمات لوزارة العمل يسهلوا إعطاء الإجازات العمل بأسرع وقت ممكن وضمن أقل أشياء ممكنة تيعطوها هنا تياخذوا إجازات العمل. وأنا فاتح حوار دائم مع السفير الفلسطيني، مع الأشخاص والهيئات الفلسطينية. الحوار هادئ ورايق وعم نتوصل على نتائج، وهن مرتاحين بالتسهيلات يلي قدمناهم. لا ما في ولا قرار بحق الفلسطينيين، بالعكس نحن عم نطبق القوانين يلي بتعطي كل التسهيلات للفلسطينيين من هلا. نعتبر هذا الموضوع صار ورانا، بدنا كل هالشغب على الطرقات يوقف لان ما له معنى. هذا ووصل أهل مخيمات عين الحلوة، نهر البارد والبداوي لليوم الرابع إغلاق مداخل المخيمات رفضاً لقرار وزير العمل، في حين عاد الهدوء إلى مخيمات بيروت بعد ليلة شهدت فوضى وأعمال وشغب. أحد الفلسطينيين تحدث عن المطالب. الجيش اللبناني هو جيش ذو عقيدة وطنية نحترمه ونجله، ممنوع حدا يقرب لا صوب الجيش ولا صوب المدنيين. إحنا قلنا مطالب محقة بشأن قانون عمل تم تطبيقه بطريقة نعتقدها عشوائية ولا تتناسب مع وضع اللاجئ الفلسطيني. مشكلتنا في أنه أنا ما بدي أخضع لمزاجية وزير من هون أو وزير من هون، وزير يعطي وزير يمنع. بدنا تشريعات واضحة. على سبيل المثال أنه إحنا يجب تحديد هل نحن لاجئين أم أجانب. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفي تغريدة عبر تويتر حمل مسؤولية ما يجري في بعض المخيمات الفلسطينية لحزب الله وحماس، لافتا إلى أن ما يجري هو سياسي بحت على حد تعبيره.
رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمني دعا إلى تدوير زوايا قانون العمالة الأجنبية بما يحفظ الخصوصية الفلسطينية، وقال لصوت لبنان: في مسألتين أبدأ وزير العمل الموافقة على تعديلهم، وهن بشكل عائق أساسي لحصول العامل الفلسطيني على إيادة العمل. أول هو مسألة ربط حصول على إيادة العمل بعقد العمل. نحن نعرف أن المؤسسات الصغرى غالبا ما بتهربوا من الانضمام إلى الضمان الاجتماعي لأنه شيء بكلفهم مالا. والثاني هو رب العمل الفلسطيني، يعني إذا كان عنده عامل أو عاملين عم يساعدوه فشي بيتطلب منه أنه يكون عنده بحسابه بالبنك حوالي 90 مليون ليرة. يعني هذه أيضا أبدأ استعداده الوزير أنه يخفضها إلى حوالي 20-25 مليون ليرة، بس نحن خوفنا أن هذه الاحتجاجات أن تكبر. وفي انعكاس لقرار وزارة العمل الذي طال العمالة الأجنبية غير الشرعية، لوحت نقابة أصحاب الأفران إثر لقاء مع وزير الصناعة وأبو فعور بإمكانية رفع سعر ربطة الخبز، مطالبة بضرورة إيجاد آلية تحفظ استمرار عمل الأفران وتثبت سعر ربطة الرغيف من دون زيادة كلفة الإنتاج والتي ستنعكس حكما على المستهلك. جنبلاط يهاجم فتاوى كبار المشرعين حول قبر شمون بعد الفاصل. يا حبيبي التوفير مش بالحكي، التوفير بالفعل. لو شاركوتيه هو الأوفر، كيلو كفتة أو كباب بس ب 7250 ليرة. ما هي المخالفات القانونية والدستورية المرتكبة في مشروع قانون الموازنة؟ وهل أقفل المجلس النيابي بطريقة البت بها مشكلة أم أنه فتح أخرى أخطر وأدهى؟ وهل أن المعارضة النيابية جاهزة للطعن أمام المجلس الدستوري؟ الجواب مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية جان طويلي. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة أخبار الخامسة والربع. إعداد وتقديم جورج شاهين. لما منظومة الفساد تتحكم بمفاصل الدولة بتفقد أرقام الموازنة معنيها، وبظل هالمنظومة بعد السلطة اللبنانية من سنين عم تسقط بامتحان الموازنة، وإذا نجحت نظرياً بتفشل بالتطبيق، ومن سنة لسنة الفساد عم بيشبشب والبلد عم بهرجل. هرجل البلد، عنوان حلقة جديدة من 20-30. ضيوف الحلقة: الدكتور شرب النحاس، الدكتور نسيب غبريل، الدكتور شرب الإرديحي، العميد جورج نادر، الأستاذ سامي صعب. 20-30 مع ألبير كوستانيان، ليلي 9:30 المساء على LBCI والLDC، وينقل مباشرة عبر صوت لبنان. يستمر التراشق الكلامي حول حادثة قبر شمون وتبقى الحكومة في إجازة. وفي إطار مساعي حل الأزمة، انعقد على هامش الجلسة التشريعية اجتماع ثلاثي بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير وائل أبو فعور، الذي كشف أنه تم تقديم مبادرة ورفضها الطرف الآخر، وهي ليست المبادرة الأولى التي يتم رفضها. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان قال عبر تويتر: لسنا من يعطل مجلس الوزراء، وندعو إلى عقد جلسة بأسرع وقت والتصويت على إحالة الموضوع إلى المجلس العدلي. وختم إرسلان: من يبحث عن مخارج لسنا المخولين التفتيش له عن مخرج، بل نحن نسهل الأمر. رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط غرد بدوره وكتب ساخرا: هكذا ينتظر الموقوفون في حادثة البساتين فتاوى كبار المشرعين والقانونيين من أمير الزمان وريث السنهوري لجريصاتي، إلى ربما تشكيل محكمة ميدانية وفق الأحكام العرفية أمثال المهداوي، وكل ذلك ولم يسلم حتى هذه اللحظة أحدهم من السياح في الموكب المسلح في البساتين. جربوا محكمة المطبوعات. ختم جنبلاط تغريدته.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ اعتبر عبر تويتر أن الاستدعاءات التي تجريها بعض الأجهزة الأمنية في مناطق علي والجرد البعيدة عن منطقة البساتين وتطال شبابا متعاطفين مع الحزب التقدمي الاشتراكي لا تخدم الاستقرار ولا الحل العادل. ونصح الصايغ الأجهزة الأمنية بالتركيز على توقيف المسلحين المتورطين من الفريق الآخر بدل التلهي بالناس الآمنين في المناطق الهادئة بحد تعبيره. أكد الرئيس ميشيل عون أن على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في دعم قضايا ذوي الحاجات الخاصة، وقال إنه سيبذل قصارى جهده لتأمين كل المساعدات اللازمة للمؤسسات الاجتماعية والإنسانية. نفى المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نديم المنلا أن يكون صندوق النقد الدولي قد حث لبنان على فك ربط عملته بالدولار، مضيفا في حديث لرويترز أن صندوق النقد لم يوصي بهذا أبدا في التاريخ الحديث. وردا على السؤال عما إذا كان لبنان يدرس طلب مساعدة صندوق النقد، قال المنلا: لبنان لم يطلب قط برنامجا لصندوق النقد، مضيفا: لا نرى حاجة ملحة لفعل ذلك. برسم وزير التربية، الأباء والأمهات بالمئات أمام مركز دائرة التربية في بعبدة للحصول على بطاقة ترشيح أولادهم للدورة الثانية للشهادة المتوسطة بعدما أبلغوا بالموعد سابقا. أما الموعد الجديد الذي بلغهم بالتواتر من رجال قوى الأمن الملجين بحماية المركز فهو الحضور غدا، أي قبل يومين من موعد الامتحانات. ومن يضمن الصدق والوفاء غدا؟ على خط تربوي آخر، صدرت اليوم نتائج البكالوريا المهنية والفنية. وضع لوحات عمومية إضافية في التداول يتسبب بانقسام في الرأي بين اتحادات نقابات النقل البري ومالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت. التفاصيل لمجدولين عيد. على وقع الانقسام الحاصل بين مؤيد ومعارض لطرح 6500 لوحة عمومية للشاحنات، توزع مشهد قطاع النقل بين الاتحاد العمالي العام ومرفأ بيروت. ففي وقت نفذ مالكو الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت إضرابا اعتراضا على طرح لوحات عمومية جديدة للتداول ضمن مشروع الموازنة، عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا استثنائيا في مقر الاتحاد العمالي العام، أعربت بنتيجته على لسان رئيسها بسام طليس عن موقف مغاير. ما يجري اليوم بأي موقع من المواقع هذا ما له علاقة بالعمل النقابي على الإطلاق أبدا، ولا له علاقة بمصلحة السائقين العموميين، له علاقة بمصالح أشخاص وأفراد. حتى ما روح أكثر من هيك، أنا لما بيقول لي أحدهم وعم بيحكي قدام الإعلام أنا عندي 28 لوحة شو بعمل فيهم بالمحل الفلاني، هل الدولة اللبنانية والنقابات هي بدها توقف وراء أشخاص ولا بدها توقف وراء مصالح عامة؟ نعم الدولة اللبنانية بدها تنزل عدد من اللوحات، هذا العدد من اللوحات يا أخوان مطروح إذا كانوا 10,000 ولا 15,000 ولا 100,000، بالآخر في عرض وطلب. الاتحادات طلبت بوضع اللوحات العمومية موضع التداول، في حين سألت نقابة مالكي الشاحنات العمومية عما إذا تمت دراسة حاجة السوق في ظل الوضع الاقتصادي المتردي. مجدلين عيد، صوت لبنان. جديد مسلسل حرب الناقلات في الخليج بعد الفاصل. لقونا بنص جونيه لنحتفل مع مانيل مالات و كريستيان ابو عني 19 تموز، جي دي تروكس 20 تموز، ايفون هاشم 21 تموز، زاف اند باند 22 تموز. رقص وغني يا لبنان. يا زلمه التوفير مش بالحكي، التوفير بالفعل. لشاركوتيه هو الأوفر، 2 كيلو لبن كاري بس ب 3750 ليرة. الأب الدكتور يوسف مونس يكشف لساعة من العمر أسرار الحرب وخباياها، الآمال والخيبات. ماذا قال كمال جملاط لوفد جامعة الكاسليك بعدما بدأ الحسم العسكري في الجبل؟ كان صدامي جداً أن نحن خسرنا الأمارة من كذا وقت، هلأ جايين نسترجع الأمارة. كيف كان ينظر الرئيس الراحل الياس سركيس إلى الرئيس الشهيد بشير الجميل؟ كان مغروم فيه أكثر ما غيرنا مغروم فيه،
واللي بدي وصل له هالوطن لفوق لفوق حتى بس يجي اذا درك بضل معه المجال المسيحيه يقشطه، اذا اجى بشير وقشطوه ما يخليهم يوقع. ساعه من العمر، اعداد وتقديم الدكتور شرب المرون في موعده الجديد الجمعه 1:30 عبر صوت لبنان. ذكر التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري أوقف ناقلة نفط أجنبية في جزيرة لارك في الخليج، وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن السفينة المحتجزة كانت في طريقها لنقل الوقود إلى سفن أجنبية في المياه الدولية. بالتزامن، أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أنها ستتخذ تدابير حاسمة لتأمين الملاحة في الخليج. وزير الدفاع البريطاني أعرب عن قلق بلاده بشأن حماية تجارتها في مضيق هرمز، لافتا إلى أنه من المهم بعث رسالة لإيران بضرورة التراجع وخفض التصعيد في الخليج. على خط آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران دخلت المرحلة الثانية من زيادة تخصيب اليورانيوم وستبلغ الأوروبيين عن المرحلة الثالثة فور بدئها. في الموازاة، أعلن الكرملين أنه لا يستبعد استخدام آلية الدفع إنستكس في التعامل مع إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية. نددت تركيا باستبعادها من برنامج حلف شمال الأطلسي لتطوير مقاتلات F-35 على خلفية صفقة شراء منظومة صواريخ روسية. وأعلنت الخارجية التركية أن الخطوة الأمريكية الأحادية مشحفة ولا تتوافق مع روحية التحالف وغير قائمة على أسباب مشروعة. نفت موسكو اتهامات المعارضة السورية بأن قوات روسية خاصة أو برية تقاتل في محافظة إدلب. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ بعد موجة الحر التي امتدت أيام، تساقطت الأمطار ظهر اليوم شمالا وتحديدا في طرابلس وشكة مصحوبة برياح نشطة في سابقة غير معتادة خلال هذا الشهر من السنة. ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة التي تصل على السواحل إلى 30 درجة. كان في النشرة باستثناء السجالات جلسة خامسة روتينية للموازنة والتصويت قد يؤجل للغد. العسكريون المتقاعدون صامدون في خيمتهم وموظفو أوجيرو نزلوا إلى ساحة الاعتصام. شغب المخيمات حضر في ساحة النجمة ولقاء بين الحريري وجنبلاط وبوفعور لحل أزمة قبر شمون. صدور نتائج البكالوريا الفنية وأهالي طلاب الدورة الثانية في البروفي يرفعون الصوت. إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.